بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر الله عز وجل أن أمد آجالنا حتى أدركنا شهر الصيام، ووفقنا للصيام والقيام والبعد عن المعاصي والآثام. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون عيد خير وبر وإحسان وستر لجميع المسلمين، وأن ينصر الحق وأهله، وأن يهزم الباطل وحزبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.